مساكم الله بالخير ويا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج Muscles Rebuilding. اليوم انتم قاعد تشوفوني قاعد اتمرن بايسبس. طريقه التمرين لها اكثر من اسلوب. ممكن تلعبها ضيق، ممكن تلعبها واسع، ممكن تلعب تزيد الوزن، ممكن جدول هرمي، في العديد من الاجوبه والاسئله في هذه الرياضه. لكن منو اللي راح يفيدنا بهالشيء هذا؟ كابتن عبد الهادي الخيار. خلكم معانا لا تروحوا بعيد. يا هلا فيكم اعزائي المشاهدين. اليوم معانا تمرين للبايسبس، وهذا التمرين يعتبر تمرين خاص لعضلة البايسبس الخارجية والداخلية. طبعا بعد قبل كل تمرين لازم نبلش بعمليات الإحماء. عمليات الإحماء ضرورية لتفادي الإصابات، وراح نبلش عملية الإحماء بهذه الطريقة بهالجهاز. لازم تكون قاعد بهذه الطريقة مستند بشكل صحيح ومتمكن من الجهاز بهذه الطريقة. طبعا نقدر بعد الإحماء نسوي استرتشات حق العضلة والأوتار عشان تلافى الآلام اللي صاحبنا بعد التمرين، وراح تكون بهذه الطريقة. راح تشعر بشد أوتارك هنا، بس هذه راح تجنبك الآلام بعد التمرين بهذه الطريقة. 10 عدات كافية، وراح نبدأ الحين الجولة الأولى ونشرح لكم طريقة التمرين بالضبط. الجولة الأولى طبعا راح نلعب احنا 4 جولات. الجولة الأولى راح تكون من 12 عدة، راح تقعد بهذه الطريقة وراح تمسك القبضة الواسعة. القبضة الواسعة راح تشغل لك عضلة الباي الخارجية بهالطريقة. الجولة الأولى هذه خلصت. طبعا بين الجولة الأولى والجولة الثانية ناخذ 30 ثانية كذي راحة، تاخذ نفس، تشرب ماي، تسولف لك سالفة صغيرة، بس لا تطول عشان لا تبرد. كل ما تبرد العضلة كل ما قلت فائدتك بالتمرين. نبدأ معاكم الحين الجولة الثانية، راح نشرح لكم التكنيك التمرين بالضبط. التكنيك الصحيح للتمرين هذا انه لازم تكون الحركه لا سريعه ولا بطيئه، وكل ما وقفت فوق عصرت العضله زياده كل ما كانت فائدتك ازيد بهذه الطريقه. هذه الجولة الثانية. الجولة الثالثة راح نبدأ معاكم وراح نوريكم زاوية ثانية بهذا الجهاز اللي راح تشغل لك مكان ثاني بالبايسبس. راح تكون بهذه القبضة يسمونه الهامر. الهامر يشغل لك رأس البايسبس، يعني بداية البايسبس بالذراع بهذه الطريقة. وهذا تمرين أساسي من تمارين البايسبس.
الحين أعزائي المشاهدين، في تكنيك ثالث راح نجربه وياكم، وهو التكنيك الفردي. التكنيك الفردي يعطيك فائدة لكل عضلة على حدة. يعني راح نبدأ معاكم التمرين الفردي لعضلة البايسبس، وراح يكون تركيزه أكثر على كل جزء من الباي. هذه الطريقة لازم تكون مستند بهذه الطريقة، وكل جسمك مستند على الإيد، على الإيد اللي أنت قاعد تتمرن فيها. هذه الطريقة هيك. كون 12 عدة. وأحب أوضح نقطة مهمة، الجسم والإذراع لازم يكون ثابت على الجهاز. إذا تحرك الكوع حرك مع عضلة الكتف، وهذا يعني احنا نسميه بوق بالتمرين. يعني في ناس تحط أوزان عالية وتشيل الوزن غلط، وهذا يعني فائدته تكون قليلة للعضلة. وبكذي خلصنا تمرين اليوم، تمرين البايسبس، القبضة الواسعة، الهامر والفردي. وأحب أنصح الشباب المبتدئين، العضلات الصغيرة ما تحتاج أوزان كبيرة عشان تكبر، تحتاج تركيز فقط. تجنبوا الأوزان، والله يحفظكم إن شاء الله، ونشوفكم بحلقات ثانية إن شاء الله. بكذي أعزائي المشاهدين كون وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم، وإن شاء الله استفدتوا من الكابتن عبد الهادي الخياط وعرفتوا طريقة تمرين البايسبس الطريقة الصحيحة. بكذي نكون وصلنا للختام، على أمل إن شاء الله نلتقي وياكم في حلقة يوم غد. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة العمل، وفي أمان الله.